الغاز الروسي، معركة كسر عظم تبدأ في أوروبا. كريسترسون يدافع عن حق بالودان في التعبير عن رأيه. أرسل صدقتك إلى أي مكان بالعالم خلال شهر رمضان. أرسل الأموال إلى وطنك من خلال تطبيقنا أو موقع westernunion.com. في ريس، في أبو كاس، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. S.A. موبلر. سدير فود، رمضان كريم. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس، معكم علاء يعقوب. أوروبا تستيقظ على ارتفاع في أسعار الغاز وصل إلى 24%. روسيا نفذت تهديدها وأوقفت الإمدادات بشكل فوري لبولندا وبلغاريا بعد رفضهما دفع قيمة الغاز بالروبل. مخاوف من إجراءات مماثلة مع مزيد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا قد تدفع أسعار الغاز إلى الارتفاع أكثر. الاتحاد الأوروبي لم يتأخر بالرد. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت إن دول الاتحاد مستعدة لسيناريو وقف إمدادات الغاز الروسي، متهمة موسكو باستخدام الغاز أداة ابتزاز. فوندرلاين أكدت أن الاتحاد يخطط لما أسمته ردا منسقا على تعليق موسكو إمدادات الغاز، في حين قال وزير الاتحاد الأوروبي في السويد هانس دالغرين إن التكتل يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، معتبرا وقف الإمدادات تصعيدا كبيرا من قبل روسيا. السويد لا تتأثر بشكل كبير أو بشكل مباشر بوقف الغاز الروسي لأن أسعار الكهرباء في الجنوب تتأثر بالسوق الأوروبية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الخريف والشتاء المقبلين. عضوية السويد وفنلندا المحتملة في حلف شمال الأطلسي ناتو تثير ترقبا أوروبيا. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم في فنلندا قال اليوم إنه سيعلن قراره النهائي في 14 مايو المقبل. وكانت الحكومة السويدية قربت موعد إنهاء تحليل السياسة الأمنية إلى 13 مايو بدل نهاية الشهر، وسط توقعات أن يتقدم البلدان بطلبات عضوية الحلف معا في حال اتخذا قرارا بذلك. في سياق متصل حذر الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش السويد وفنلندا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، معتبرا أن طلب الانضمام للحلف سيكون مغامرة خطيرة. قبول الطلب المحتمل يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الناتو ومنها كرواتيا، في حين دعا ميلانوفيتش برلمان بلاده إلى رفض دخول البلدين حتى يتم تعديل القانون الانتخابي في البوسنة والهرسك وإعطاء الكروات البوسنيين حقوقهم على حد قوله. وكان الكروات البوسنيون هددوا بمقاطعة الانتخابات في البوسنة والهرسك أكتوبر المقبل ما لم يتم تغيير القانون الانتخابي. أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد في السويد مجددا. سعر الديزل زاد صباح اليوم عن أسعار أمس بمقدار 65 أورا ليصل إلى 25 كرون و 52 أورا للتر الواحد، في حين ارتفع البنزين إلى 21 كرون و 39 أورا. تغير سعر النفط عالميا يعتبر السبب الرئيس وراء تغير الأسعار في السويد. وكقاعدة عامة، إذا ارتفع النفط الخام بنسبة 10% فسيرتفع البنزين والديزل في الوقت نفسه بنحو 5% في محطات الوقود السويدية، لكن ذلك يتأثر أيضا بقيمة الكرون مقابل الدولار. سعر نفط بحر الشمال برنت وصل اليوم إلى 106 دولارات للبرميل، وكان سعر النفط الخام قريبا من مستويات قياسية منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود في السويد بشكل حاد. رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون يقول إنه لا ينبغي السماح لأعمال الشغب بإسكات حرية التعبير في السويد، مشيرا بذلك إلى الاحتجاجات العنيفة في مدن عدة بعد حرق اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخا من المصحف. كريسترسون أكد أنه لا يحب خطاب بالودان، لكن يجب السماح بحرية التعبير في السويد. الشرطة رفضت اليوم طلبات قدمها بالودان للتجمعات في أوربرو وترول هيتن السبت المقبل بدعوى تأخره بتقديم الطلب. ورفض كريسترسون التعليق على قرارات الشرطة مشيرا إلى أنها تتخذ قراراتها بشكل مستقل وتتبع القانون.
وتجول كريسترسون اليوم في منطقة روزنغورد في مالمو التي شهدت أعمال عنف ضد الشرطة والممتلكات العامة، وقال إنه يجب ألا ينتصر أولئك الذين يمارسون العنف ضد شخص يقول رأيه أيا كان هذا الرأي. حزب المحافظين طالب بترحيل كل الرعايا الأجانب الذين يرتكبون جرائم عقوبتها السجن أيا كانت مدة العقوبة. وقال كريسترسون إذا أدنت بأي جريمة عقوبتها السجن فيجب أن تخرج من السويد سواء كنت مع عائلة أو دون عائلة. مصلحة الهجرة تخفض توقعاتها لعدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يأتون إلى السويد. المصلحة قالت إن السيناريو الرئيس الآن وصل إلى 80,000 شخص حتى نهاية العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول 76,000 قبل منتصف الصيف. وزير الهجرة أندش إيجمان عزى ذلك إلى تباطؤ الهجوم الروسي على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تراجع عدد الأشخاص الفارين من بلادهم إلى أوروبا وعودة بعضهم الآخر. السويد استقبلت حتى الآن 34,440 لاجئا أوكرانيا، حصل 80% منهم على تصاريح إقامة وفق الأرقام التي أعلنها وزير الهجرة. وحتى الآن فر أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 من فبراير الماضي. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الكومبس.س. إلى اللقاء. في ريس في أبو كاس، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SM Wobbler سدير فود، رمضان كريم.